المقولة اللي بتقول إن العالم بعد كورونا غير العالم قبل كورونا مقولة صحيحة 100%. ده بنشهده في حاجات كتيرة جدا، منها الاختراعات، الابتكارات، الأفكار حتى اللي احنا بنشوفها من قبل الباحثين والعلماء مختلفة تماما. بقينا دلوقتي نشوف ابتكارات أولا بتسهل الحياة وقت الإغلاق، رقم اتنين بتساعد الفرق البحثية في الفحوصات وما إلى ذلك. عايز أقول كمان حاجة، أنه على رأس قائمة أشهر الابتكارات حول العالم بالأخص وقت كورونا كانت من مهندسين مصريين مبدعين مبتكرين مصريين، وفخورة جدا جدا وأنا بقول هذا الخبر أن إحنا عندنا باحثين قدروا أن هم يعملوا روبوت ممرضة. جامعة عين شمس شهدت اختبار أول روبوت ممرضة آلية من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات اسمها شمس، أو الفريق اسمه شمس، علشان نعرف حكاية الممرضة شمس والهدف منها. معانا دكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي. صباح الخير. طبعا خير يا فندم. يعني فعلا كده زي ما بنقول من المعاناة بيولد الإبداع. فكرة الممرضة شمس الروبوت، الفكرة دي جت إزاي واشتغلتوا عليها قد إيه؟ هي الفكرة دي، صباح الخير أولا على حضرتك والسادة المشاهدين جميعا. الفكرة دي يعني هي جت من في الحقيقة من مشروع بحثي اتعمل كنموذج أولي من طلبة وفريق بحثي من كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، واتعرضت على السيد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وفي الحقيقة أولها اهتمام شديد وادالها كل الإمكانيات المتاحة إن هي تتعمل علشان يبتدي ان هي يشتغلوا بيه كجات فكره اثناء الجائحه بتاعه كورونا. صحيح. علشان يقل التعامل مع الطاقم الطبي، فيقدر ان هو الممرضه الروبوتيه دي تقدر ان هي تخش تتعامل مع المريض. وده كان اتعمل كله بكلها يعني بحاجات ذاتيه وتمويل ذاتي. المنتج كله من معمول من عندنا ومش متعرب، هو بيتكلم عربي على طول، يقدر ان هو يتعرف على الوجوه، فيقدر يتعرف على وجه المريض، يتعرف على وجه الطبيب الممرضه، يقدر ياخد اوامر صوتيه ويقدر يتواصل مع المريض. ايه الاوامر اللي بيقدر يعملها؟ هو في الحقيقه المريض ممكن يتكلم معاه، وممكن هو الطبيب يديله اوردر برضه ان هو يروح يقرا العلامات الحيويه من على شاشه المريض ويسجلها في الملف الطبي. يقدر ان هو يتعرف على الاماكن، زي مثلا يروح مكان للصيدليه يعرف يقول له هات دواء محدد، فياخد يصرف الدواء من الصيدليه ويتعرف عليه ويرجع يسيبه للمريض. يقدر ان هو يتواصل مع المريض، ان هو يتكلم معاه المريض، ان هو ممكن يقول له عايز امر صوتي ان هو يوصله بالدكتور، فيعمل له زي فيديو كول او يتصل بالدكتور، ويقدر ان هو المريض يتواصل مع الدكتور في ساعتها على طول. بالاضافه طبعا ان هو بما انه ان هو روبوت فسهل جدا ان هو يعمل حاجات تانية زي مثلا التعقيم، ان هو ممكن ياخد الماده المعقمه تعقيم يعني الاماكن، يعني المادة المعقمة هو اللي يستخدمها ويعقم المكان اللي موجود. تعقيم غرف عمليات ولا لسه ما وصلناش للمرحلة دي؟ يعني تعقيم الغرف هو ممكن يستخدم في أي نوع من أنواع التعقيم على حسب التعقيم اللي هو إيه اللي بيستخدم في المكان، ممكن عمليات، ممكن غرف عادية، طرقات، ممكن يوصل عينات الدم مثلا هي من المريض للمعمل، مش هو اللي يسحب العينة بس هو اللي يوصلها للمعمل. اسمها شمس، سمته الممرضة الآلية شمس طبعا نسبة للجامعة يعني. طبعا يا فندم. طيب احنا ممكن نصنع منه روبوت تاني؟ هو ده طبعا ده خط الانتاج، هو غير النموذج الاولي اللي هو بتاع المشروع البحثي للفريق بتاع كلية حاسبات ومعلومات، ممكن بقى ان هو يخش كخطوط انتاج بعد كده. بالتالي هو ده الاتجاه بعد كده ان شاء الله. طيب اعتقد انه في مصر يعني احنا شفنا اكتر من جامعه كان ليها برضو مشروع تصنيع روبوت، ولكن الروبوت شمس ده مختلف عن اي روبوت تاني في ايه؟ ان هو معمول تماما بكل مستلزمات وحاجات مصريه في حتى السوفت وير والهارد وير، الحاجات كلها اللي معموله
بمستلزمات مصريه. طب انا ممكن اسال حضرتك، يمكن انا مش متخصصه قوي في موضوع الروبوتات وكده، ولكن عاده بتبقى عمرها الافتراضي قد ايه؟ صيانتها مثلا ازاي نقدر نحافظ عليه؟ ازاي نطول في عمر الروبوت؟ يعني دي حاجات برضو تخصص يعني، او حاجه مش كل الناس عارفاها. تخصصيه اكتر متهيألي ناحيه كليه حاسبات ومعلومات يعني، اكتر من احنا الجانب الطبي يعني. طيب رد الفعل على تصنيع الروبوت شمس كان ايه حتى الان؟ رد الفعل بقى من زمايلكم في الجامعات التانيه، هل تواصل معاكم حد من الجامعات الخارج مصر؟ يعني رد الفعل كان ايه؟ احنا كان في يعني كان في رد فعل داخلي الاول جوه المستشفى من الطاقم الطبي، الطاقم الطبي كان يعني مندهر بيه، وان هو كان شايف ان هو ممكن يضيف للخدمه الطبيه سهوله، فحتى في توفير البورترز، في توفير التعامل مع الوقت مع المريض، في حاجات تانية ان احنا نقدر نكسب جهدنا للمريض هو ممكن يعملها. صحيح ببساطه. صحيح. تاني حاجه المرضى كانوا برضو يعني ايه استغربوا الوضع في الاول، تمام، فلان شكله اكيد طبعا ممكن يعني ان هي حاجه جديده عليهم. وطبعا هي دي موجوده، هي مش هي الفكره موجوده في حاجات كتير، وبيستخدم في اماكن كتيره جدا، مستخدم في اماكن العالم بس هو في اماكن كتير في العالم، بس هو يعني فكره ان دي حاجه تمت بايدي مصريه. صحيح، تمت بايدي مصريه. تقريبا كان الوقت المستغرق ليها قد ايه يا دكتور؟ يعني هو انا احنا لما ابتدى التعامل معانا كان في حدود من حوالي 6 شهور. من 6 شهور. والله انا فعلا فخوره جدا بمهندسينا وبالباحثين عندنا المصريين، برافو عليهم بجد ان هم عندهم هذا الفكر وعندهم هذا الابداع. وطيب يعني ممكن حد يسال تكلفته تقريبا قد ايه؟ في الحقيقه الرقم متنفسه مش عندي دلوقتي. بس هي فكرة حلوة وممكن تعمم حتى في باقي المستشفيات يعني. بالضبط. دكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، شكرا لك يا فندم.